أوضع علم الكلام وموقف أهل العلم منه. علم الكلام ده هو الإنسان يستحدث مصطلحات ما وردت في الكتاب ولا وردت في السنة، وكل عبارة عن شغل بتاع فلسفة وصفصطة وكلام بتاع نجر يغالط تغالط به الحقائق، يعني كلام بتاع كلام المراد به الكلام، عرفتها؟ يعني يقول لك لازم اللازم، هل هو لازم أم ليس هو بلازم؟ وإذا كان لازما فهل يلزم الإنسان إذا قر به أم لا يلزم إلا إذا فهم لازمه؟ وإنت بتكون لا فهمت اللازم ولا عندك شغل به ولا يلزمك الكلام ده كله، فهمت؟ فده كلام بتاع نجر ساكت، شغل بتاع نجر ما في أدلة ذاته، ما مبني على أدلة، كلام فارغ ساي، والبيثبت ده بينقض ده، والبينقض ده بيثبت ده، فهمت؟ ونحن لو جينا لموضوع زي ده ممكن نجي ننكر لك أي حاجة عادي، فهمت؟ الشغل بتاع الشكوك وكده. بل الناس اللي بيتكلموا لك في المصطلحات، يقول لك مثلا كلمة سرق زي ما بيتكلموا الشعبين، يقول لك المصطلحات دي بتتحرك، أنا ما عارفة دي مصطلحات ما عندها صبة ولا جنو، فهمت؟ يقول لك المصطلحات بتتحرك، وده واحد صفصطاي بدري في زمن واحد من الأئمة بيغالط، يقول لي يا زول سرق معناه شال حاجة في حرز وكده ويقطع ويده، يقول لك لا، سرق دي غتعني يعني تلب، وسرق غتعني وقف معه خفية وبقى يتلولو وعنده حمار رابطه برا، قال لي الولد شيل الحمار فوت بيه، لما انتهى من المغالطة بتاعته مرق، قال يا ناس حماري وينه؟ حماري سرقه، قال له يمكن يكون ما يسرق، ها؟ ما يمكن يكون ما يسرق، ما نجر ساكت، ما في حاجة، فده شغل بتاع صفصطة، ما تقعد تبارع علم الكلام والواحد يغشك، والسودان ده ملان عواليك زي ديل تاين علم الكلام، الصادق المهدي، صادق المهدي وقت كان ماسك البلد دي الليل والنهار يتكلم، لغاية ما الشعب السوداني سماه أبو كلام، فهمت؟ الصباح يتكلم، النهار يتكلم، وإن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي أو التكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية، فهمت؟ أنت ما فاهم أي حاجة، وإن الأصل كانكفاء والحداثة كاستلاب والتأصيل الصحوي والتحديث المؤصل، وهو الساكت نستفيد شنو؟ الناس كانت جعانة، فهمت؟ لغاية ما قالوا لا بنزين ولا زهرة يا الصادق يا ابن خرة، ده الشعب السوداني ما نحن، وما بجوز العيب بالكلام ده، ما بجوز يعني، فهمت؟ لا بنزين ولا موية يا الصادق يا كاكويا، ده ما نحن، ده الشعب السوداني، فهمت؟ جا برضو الترابي قال نفس الكلام، وأمريكا روسيا قد دنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها، فهمت؟ والطاغية الأمريكان ليكم تدربنا، لما جاءته برا قال لها شعاراتك دي وين؟ قال أنا كنت أقول الطاغية لأمر كان ليكم تدربنا، شوف اللعب ده كيف، فهمت؟ فناس بيلعبوا يا ناس، فهمت؟ عشان كده نحن ما بنخليك، لابد نضبط الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الصحابة، ده المقياس والمعيار، دي بطارية بنولعها كده بنعرفك ماشي عادل، بنولعها بإيجاب بنعرفك ملولو، هم ده كله مش ده الشعبين لا بيؤمنوا بالقرآن ولا بيؤمنوا بالسنة، والدليل كلامهم ده أكبر دليل على كلامهم ده.